صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الثلاثاء الجميل، ثاني يوم من أيام الأسبوع. إن شاء الله كانت بداية الأسبوع بداية جميلة إيجابية. نبتدي دائما إحنا الأسبوع ترى بروح إيجابية وابتسامة عشان نقدر نخدم هذا الوطن المعطاء، بلدنا الإمارات. ودائما ندعو طبعا إن الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية، ودائما نقول صحة وعافية وسعادة. أكيد هذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي يطلع عليكم كل يوم من الاثنين إلى الجمعة على مدى ساعة إذاعية نتواصل فيها معاكم، نطرح فيها مواضيع صحية تهمكم. دائما يكون في خبر أو دراسة مثيرة للاهتمام نحب نشاركها معاكم، يكون في فقرة التغذية المفضلة عند الجميع وتلقى ما شاء الله تجاوب كبير من المستمعين، وعندنا طبعا دائما الفقرة الأخيرة تكون ضيف يتكلم عن أحد الخدمات الموجودة في هيئة الصحة أو يتكلم عن موضوع مهم، مثل الفترة الأخيرة تلاحظون قاعد نتكلم عن الأمراض المزمنة ورمضان، صيام المرأة الحامل وغيرها من المواضيع اللي تهم المستمع في هذه الفترة، بما أنه خلاص رمضان إن شاء الله ما بقى عليه شيء. الله يعود علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والبركة، ونستفيد من رمضان بأفضل طريقة ممكنة. أهم شيء نستعد له روحيا قبل ما نستعد بالماكلة والأغراض والمواعين والصحون الجيلي والكستر، نستعد له روحيا، نستعد إنه يكون رمضان هذا وقفة عشان ناخذ فيه قرارات جديدة، ناخذ فيه قرارات تحسن حياتنا، ترى مو بس في ناحية الصحة، حتى قرارات مثلا إن إحنا نمارس هواية جديدة، إن إحنا مثلا نتعلم لغة جديدة. ناخذ رمضان عبارة عن وقفة، نعتبر عن كل السنة غير ورمضان غير، ناخذ فيه قرارات المهمة إحنا ممكن أجلينها من زمان، لأن شوية نمط رمضان الصيام طول اليوم الواحد شوي يكون يعني يقول هادي وقاعد في البيت، يعني ما يتم يحوط ويصير ويرد. ممكن تستفيد من وقتك هذا تقرأ قرآن، تتعلم لغة جديدة، تمارس هواية جميلة في البيت مع عيالك. فخلنا نستغل رمضان من أكثر من ناحية، صحيا روحيا اجتماعيا في نواحي وايدة ترى رمضان. وطبعا ما في مانع نستغل رمضان عشان نحسن من نمط حياتنا، يكون أكلنا أفضل. اللي حاب شوي ينقص من وزنه، اللي حاب ينظم السكر والضغط، كثير من أصحاب الأمراض المزمنة ما يعرفون أن رمضان فرصة ذهبية لتنظيم السكر والضغط والكوليسترول، لأن أنت ما تأكل طول اليوم، فهذه فرصتك الذهبية في رمضان. طبعا مثل ما تعودتوا دائما هناك الخبر أو الدراسة. الخبر يقول نقص فيتامين دال يهدد الأطفال بلين العظام. قالت الجمعية الألمانية للطب وجراحة العظام أن لين عظام الأطفال هو اضطراب في أيض العظام بسبب نقص الفيتامين دي في الجسم. أوضحت الجمعية أن سبب هذا النقص طبعا يعود لقلة تعرض الأطفال لأشعة الشمس، والله ما أظن عيالنا ربع ساعة يدورون في الحوي، ولذلك يطلق على فيتامين دال اسم فيتامين الشمس. وأضافت الجمعية من أسباب الخلل في أيض الفيتامين دال هو أمراض الكبد، طبعا الأسباب غير الطبيعية، أمراض الكبد، المعدة أو الأمعاء وجراحات الجهاز الهضمي، حيث تظهر أعراضه في العظام الطرية والقابلة للتشوه واضطرابات المشي مثل العرج وتقوس الساقين للداخل أو للخارج والانحناء الخلفي للعمود الفقري واتخاذ القفص الصدري شكل الجرس، إضافة إلى تسوس الأسنان وكثرة تعرض العظام للكسر. لعلاج ذلك يجب طبعا إمداد الجسم بالفيتامين دال على نحو كاف من خلال التعرض المنتظم لأشعة الشمس وتناول أغذية الغنية به مثل الأسماك ومنتجات الألبان. وفي حال طبعا النقص الشديد يمكن اللجوء للمكملات الغذائية المحتوية على الفيتامين دال. أما خلل أيض فيتامين دال فيتم تعديله بعلاج المرض المسبب له. طبعا إحنا الحمد لله الله من علينا بالشمس طول السنة، وأنا دائما أشجع الأمهات خلوا ليال شوي يلعبون تحت الشمس كل يوم، مو في عز القايلة، مو الشمس طبعا على رأس الأشهاد على قولتهم، العصر خلوا الياهل شوي يلعب في الحوي، سكروا عنهم الأجهزة اللوحية، طفوا الواي فاي، قوم يلا العبوا في الحوي شوي ويستنتوا شوي معاهم، يتعرضون لأشعة الشمس. وغير شي إحنا صيفنا جد جميل على البحر، يعني أنا أتري الصيف من سنة لسنة عشان أودي عيالي على البحر، نستمتع جدا. أول شيء الاستمتاع على البحر تقريبا خلينا نقول مجانا، يعني ما يكلف شيء. رقم اثنين متع العائلة ككلكم تستمتعوا مع بعض. رقم ثلاثة تأخذين أنت وعيالك فيتامين دال، بس طبعا يجب الحرص أنك تحطون واقي الشمس نص ساعة قبل التعرض
للشمس، وبعدين كل ساعتين. وترى في الاسواق في وايد انواع من واقيات الشمس، تي مثل البخاخ، تي مثل الرول، لان طبعا الاطفال ما يحبون يقعدون وتحطين عليهم واقي الشمس، خصوصا واقي الشمس يكون شويه ثقيل، فالياهل تلاقينه شوي يعاند انه يحط واقي الشمس. فخذوا البخاخ او خذوا الرول واحرصوا يغطون كامل. يعني للاسف الاقي بعض الاهل اذا تحط على الوجه وعلى الايد تنسى الظهر والبطن والريل، يجب كامل الطفل كامل أي جزء معرض لأشعة الشمس يجب أن يكون مغطى بواقي الشمس منعا لحروق الشمس. استمتعوا في البحر، البحر جدا جميل، والبحر رياضة رائعة للأطفال. عيالنا يقعدون فترة طويلة على الأجهزة اللوحية، فيستوي عندهم ضعف عضلات الرقبة وعضلات الكتف. خليهم يسبحون في البحر في المنطقة الضحلة شوية، وطبعا تحت مراقبتكم. لبسوا سترة نجاة، الطفل ما يعرف يسبح يجب طبعا مراقبة، على قولة أمي دائما عيونك أربع أربع على اليهال، ما في حد ثاني عين على ولدك، يعني لازم أنت عينك أربع أربع عليه، ما تغفلين عنه في الماء. لكن السباحة في البحر رياضة رائعة للأطفال، تقوي عضلات الظهر وعضلات الكتف، وتهدي الطفل شوية، تهدي شوية ما شاء الله من طاقتهم، يرد البيت شوية تعبان، تخليه نشيط وتعرضه لفيتامين دال، فتستفيدين اكثر من فائده، وتكون رحله عائليه وايد جميله. رتبوا من الحين اغراض البحر، الزوليب تجلسون عليها، وواقي الشمس، الماء الكافي طول ما هم معرضين طول ما هم في البحر. طبعا هم يسبحون تحسونهم ما يعطشون، لان طبعا اللعب في الماء يخلي الياهل ما يعطش، لكن لازم تنادونهم كل شوي تخليهم يشربوا ماء، بعض الاغذيه الخفيفه، ما في وجبات ثقيله قبل الذهاب الى البحر. يعني ما يسوي الحين يتغدى ونروح البحر على طول، يجب ان يكون على الاقل ساعتين بين الوجبه الرئيسيه وبين الذهاب للبحر. فاستفيدوا من الصيف، البحر جميل، يونس، انا استانس جدا، اتري الصيف عشان اروح البحر عشان اياكم ياخذون الفيتامين د. طبعا نروح الحين لفقرة السوشيال ميديا عشان ما نطول على أسماء، وبتخبرنا أسماء الجناحي ما هو جديد السوشيال ميديا. صباحك وردي يا أسماء. صبحتم الله بالنور والسرور دكتورة، عليك وعلى كل مستمعي إذا أسمر دبي. حياك الله يا أسماء، خبرينا شو جديد السوشيال ميديا لهذا اليوم؟ بعض الأشياء اللي كنا حاطينها في قناة التواصل الاجتماعي، من ضمنها معلومات حول اكتئاب ما بعد الولادة. شو هو الاكتئاب ما بعد الولادة؟ شو مدى شيوعه اللي صار فيه لدى النساء طبعا بعد الولادة، وأيضا ما هي أعراضه، ومتى ممكن أو أسبابه كذلك، ومتى على المرأة طلب المساعدة في 4 حالات أو 3 حالات. 1، إذا كانت العلامات والأعراض لا تتلاشى بعد أسبوعين من الولادة، تزداد سوءا، تصاحب صعوبة في رعاية طفلك أو إنجاز المهام اليومية الخاصة بك، وتراودك أفكار حول إيذاء نفسك أو طفلك. علاماتها من علامات المهمة اللي على الأمهات أو حتى الأزواج اللي يلاحظون هذا الشيء على زوجاتهم، الذهاب مباشرة وطلب المساعدة. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي هو وجود حافلة التبرع بالدم في منطقة إكسكو الباحة، واليوم كذلك موجودين من الساعة 4 إلى الساعة 10 مساء في منطقة بلازا 2020، وهي خلف الإعلام مباشرة، يعني في المنطقة اللي وين الإعلام الموجودة قريب من مركز بين المعارض، خلف الإعلام مباشرة بيحطون حافلة تبرع بالدم. اللي يقدر يتبرع بالدم كل شخص قادر على إنقاذ حياة 3 أشخاص. ودائما نقول إن التبرع بالدم الشيء اللي الواحد ما يقدر يشتري بذاته، لازم يكون فيه هناك أشخاص متبرعين. ومثل ما تعرفين دكتورة أن التبرع في دولة الإمارات هو طوعي 100%، فلازم الأشخاص هم اللي يجون، وكل المتبرعين نشكرهم لأن يجون من وقتهم الخاص، يجون من، وهذا كله لأن حرصا وحبا لهم لتقديم المساعدة والعون، ما حد يعطيهم شيء، وهذا كله يسوونه من نفسهم. ممتاز. واللي عند رسالتنا اللي عودناهم أو عودنا الجميع عليها بشكل يومي، وتقول رسالتنا اليوم: هل ترغب في تنظيم اجتماع؟ قبل ذلك فكر في النقاط التالية: ما هو الموضوع؟ هل يمكن أن يتم إجازة من خلال مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني؟ من يجب أن يحضر؟ وما هي أجندة الاجتماع؟ وكم هي مدته؟ الوقت قيم ومهم للجميع، لذلك اجعل ما تريده واضحا ومحدد،
وهذا هو رسالتنا اليوم. مثل ما نقول مثل ما وقتك مهم أيضا وقت غيرك مهم، لذلك كل ما كانت هالأسئلة تم إجابة عليها قبل ما واحد يفكر إنه يسوي اجتماع، راح يحس يا أن الإنسان ما يحتاج يسوي هذا الاجتماع، وممكن يبعث إيميل أو مكالمة هاتفية، أو أنه إذا قعد يكون الاجتماع محدد وواضح والناس تجاوب عليه وتظهر. فكل ما كانت الأمور واضحة كل ما كان الوقت أقل. وأتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك يا أسماء، وعساك دوم إن شاء الله بصحة وسعادة. قبل نطلع الفاصل بقول نصيحة الأمهات، بما نتكلم عن البحر والذهاب للبحر، يعني نصيحتي للأمهات استثمروا في أغراض الصيف والبحر في الشتاء. يعني في الشتاء اشتروا شورتات البحر وأشياء البحر، في الشتاء تكون أسعارهم وايد أفضل. خذوا وحطوه للصيف، ومني الصيف انطلقوا مع عيالكم. وترى حتى في الصيف أنا عادي أودي عيالي يلعبون بالسياكل والسكوترات عند الممشى والأشياء. الصيف حتى في شهر 7 ما يكون الجو حار طول اليوم، في جريب الغرب تحسون الجو يكون شوية أهدى، شوية تغيب الشمس والنهار طويل. شجعوا عيالكم يا جماعة انهم يلعبون في الخارج، ترى اللعب في الخارج مو بس صحة عيالكم، ترى حتى تنمي تفكيرهم، تخلي يكتشفون اشياء جديدة، حتى لما يشوفون الحشرات ترى يكتشفون اشياء جديدة، الحشرات الجديدة، النباتات الجديدة، خليهم يكتشفون برا، بس هم من القعدة على الاجهزة اللوحية. لازم احنا نطلع معاهم، لنقول والله ولدي ما يصير برا لان انت ما تصيري معه، سيروا معاكم برا واستانسوا في الجو، بلادنا ترى حلوه صيفا وشتاء، عندنا اجمل شتاء واجمل صيف. رح نطلع ان شاء الله فاصل، وبعد الفاصل نواصل. صحه وسعاده. صحه وسعاده. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006. الحين جت فقرة التغذية المفضلة عند وايد منا، وفقرة اليوم جدا 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 مهمة وتمني أنا كأم، اللي هي نصائح وإرشادات لصيام الأطفال في رمضان. كيف نبدأ بتعويد أطفالنا على الصيام، وما هي النصائح والإرشادات التي تساعد الأطفال على الصيام خلال شهر رمضان المبارك، وما هي المخاطر والمشاكل الصحية التي يمكن حدوثها للطفل خلال الصيام. إن شاء الله هالسنة بتبدأ أخلي العيال إن شاء الله يصومون تدريجيا، وسويتهم شي جو في البيت عشان أكافئهم على موضوع الصيام، والحمد لله الحمد لله أن بتبدي معاهم. والصيام شهر الصيام جاي في فتره شويه الجو شوي فيها الطف، النهار مو بوايد طويل، فان شاء الله ان شاء الله يكون يعني شهر مميز لهم. وبنخلي اخصائيه التغذيه الاستاذه نجله درويش عبيد، اختصاصيه التغذيه العلاجيه بهيئه الصحه بدبي، تساعدني بعد وتساعدكم وتعطينا النصائح المهمه بخصوص صيام الاطفال. صباح الورد يا نجله. صباح النور والسرور دكتوره، حياك الله وصحه وسعاده. الله يحييك ونحيي جميع المستمعين الكرام، ونقول لهم رمضان يعني يقترب والقلب يرتقب خلاص. أكيد أكيد، ما في مثل رمضان وأجواء رمضان غير. وأكيد للأطفال رمضان، يعني أنا عيالي معنا ما كانوا يصومون قبل، بس كل يوم يسألوني متى متى رمضان متى رمضان، روحانية رمضان واللمة والشوية، يعني إحساس وايد جميل، وخسارهم شهر واحد في السنة. أكيد أنا مثل وايد من الأمهات نتكلم دائما شو العمر المناسب عشان الطفل يبتدي بالصيام، وكيف نبتدي نعوده على الصيام في رمضان. دكتورة، يبدأ العمر بالتعويد أو بالتدريج، يعني من بعد السن 7 تقريبا 8 سنوات، لكن السن المناسب يعتبر 10 سنين، وعلى حسب حالة الطفل الصحية. يعني إذا ما كان يعاني من أمراض مزمنة لا سمح الله، أو ما عنده أي مشكلات صحية، يستشير الطبيب ويشوف شو إمكانية الصيام له يعني بها العمر. ممتاز. كيف نعود تدريجيا؟ كيف نبتدي أول يوم؟ هل نخليه يصوم من أول يوم بما أنه يشوف الكل صايم، ولا لا مثلا أخر شوية؟ هي نخليه مثلا دكتوره بساعات، يعني نبدا بساعات، يعني يعني ما نقدر نخليه من اول يوم رمضان يصوم اليوم كله، فنقول له مثلا بدايه الساعات نحذف له شوي وجبه الفطور لين الظهر، نسميه صوم العصافي شوي شوي عليه، وعادي يعطش يعني ممكن انه يعطش، نعطيه ماي شوي شوي بالتعويد بهالسن، يعني من 7 ل 8 سنين بهالسن شوي شوي نبدا نعوده، لين ونزيد كل يوم ساعه ساعتين، ونحن نراقب الطفل. صح. نشوف يعني مدى تحمله يعني للصيام. ممتاز. في البداية أستاذة نجلة، تنصحين لما الأطفال يردون المدرسة فهم صايمين، هل أخليه صوم؟ يعني في أمهات
ما تخلي يصوم في المدرسة، يعني تخليه ياكل في المدرسة، يوم يرد يبتدي الصيام، يعني يبتدي يصوم لين وقت الفطور. تقولك عشان يعني هو في المدرسة مو تحت عيني، أخاف يتعب، أخاف شيء. أو شو الطريقة الصحيحة لو أنا ودي ولدي مثلا يصير المدرسة ويجرب الصيام ويراوي ربعه أنه صايم؟ شو مثلا كيف الطريقة من الصحيحة الصبح دكتورة؟ يعني من فترة الصباح خلاص نحن نأخر له وجبة السحور قد ما نقدر، نأخر وجبة السحور وما نخلي يروح المدرسة من غير ما يتسحر. يعني خلاص لازم يكون متسحر ورايح المدرسة. يمكن شوية الماي نقول له ها تقدر تشربه لو عطش، بس إن الأكل لا، نقول له لا أصبر هاي ساعات الصوم لما ترجع ونشوف هو تحمل ولا ما تحمل، حس برهق ما حس برهق، ممكن حتى يكمل لساعات زيادة، بس هو بالتدريج. بس إنه يأكل الصبح ويرجع عقب يقطع، لا ما عودنا بهالطريقة، يعني ما صار في تعويد. هو مفروض من أول الصبح، يعني من بداية الصيام ممتاز لين الظهر، هي ونبدأ نتابع نوصي عليه هناك الممرضة ونشوف يعني في المدرسة حس بتعب حس بشيء نقول لا تقدر تكسر صيامك، بس إنه يعني من أول ساعات الصبح ويبدأ يزيد كل يوم على الأقل لو شوي، يعني ساعات تدريجية لين ما يقدر حتى نشوف مدى تحمله، لأن في أطفال دكتورة ما شاء الله عليهم يصومون قريب المغرب خلاص لين لفترة العصر، فنحن نشوف مدى تحملها مع الصيام بشرط أنهم يتناولون الوجبات الغذائية الصحية، يعني ونشوفون شو الأكل الصحي من يعني نعجلها بالفطور. مثلا ما هي وجبة الفطار ويكون الطفل يلتهي ويلعب وما يبدأ يفطر مع أهله بسرعة ويتأخر، هي على طول نعطيه التمر، يعني أول ما يبدأ يعني خلاص أذن المغرب على طول نعجله بالفطور، يبدأ بالتمر ويشرب الماء واللبن، ونحافظ على أنه هو يتناول الوجبات الصحية. هذا أهم نقطة، يعني إذا هو من نوع الطفل يخربط ويتناول حلويات وما مركز على الغذاء الصحي، بيكون اليوم الثاني اللي يبقى يصوم فيه بيكون شاق متعب، يعني عادي يعطش بيحس برهق ما متناول الأكل الصحي، بيتعب وايد يعني خلال ساعات النهار ثاني يوم، وما بيقدر على الصيام حتى لو يعني لو لبضع ساعات. أكيد. شو الأكلات اللي لازم نحرص عليه الطفل بدأ يصوم، فكيف نحرص أننا قاعدين نعطيه التغذية الصحيحة أو السليمة في رمضان عشان تعوض فترة الصيام اللي هو صامها يعني تهيئة للصيام ثاني يوم؟ صحيح، ومهم جدا دكتورة أن يشارك الأم بعد يشوف شو الطبق اللي هو يحبه. صحيح، يعني نحن اليوم بنخليه صوم على الأقل نجهز له الوجبة اللي يحبها، مو بدنا لا نفرض عليه الوجبة هاي ونقعد نلومه ونقعد نقوله ليش ما صمت وليش، لا أبدا ما نحسس الطفل إنه يعني مسوي شيء غلط وإنه ليش ما صام، لأنه هو في النهاية طفل يحتاج تشجيع الأهل مثل ما ذكرتي دكتورة، مكافأة، بنشوف مدى تحمله لمتى، شوي شوي بالتدريج، مو بشرط انه يصوم اليوم كامل. يعني اول شيء دكتوره نعجله بالافطار مثل ما ذكرنا، ونأخر وجبه السحور قد ما نقدر، يعني نخليه ينام يعني ساعات النوم الكافيه يلتزم فيها، مو بنسهر لين وجبه السحور ويكون مرهق وتعبان بس عشان يتسحر ورد يرقد بعد كم ساعه ورد يروح المدرسه. فالحمد لله ده فتره اجازه وهذا الشيء نعوده يعني عليه فتره الاجازه، وبعدين يبدا خلاص الجسم يتعود عنده. ما نسهر الطفل، نخليه ينام ساعات نوم كافية، نعدل بوجبة الفطور ونأخر السحور قد ما نقدر. ضروري أن يتناول مصدر البروتين مثل البيض، الأجبان، الدياي، السمك، اللحوم، البقوليات على الوجبتين الفطور والسحور. وبالإضافة أنه لازم يتناول النشويات، يعني الوجبة هاي نتأكد أن فيها نشويات، خبز، عيش، معكرونة، أي نوع من أنواع النشويات، وأن ندخلها بعد الخضار. تعرفين ليش دكتورة الأطفال ما يأكلون الخضروات؟ يعني إذا ماشي ما لقوا على المائدة، وإذا ما حصلوا الأهل يأكلون وما شجعوا وما لقوا بالطريقة اللي هم يحبونها، يعني مثلا يزر مقطع، أي خضار يحبونه، مو بشرط أن نحط له سلطة طحن سلطة ولازم يخلصه، ندخله حتى في الطبخ، يعني ممكن صحيح. مع الشوربة، مع الصالونة تريد أي أنواع ممكن ندخل فيه الخضار، نحاول ندخل الخضار عشان يعني سواء كان طازج ولا مطبوخ عشان صحته بشكل عام. ونذكره بتناول الفواكه، يعني إذا يبدأ بعد بتمر مثلا ثلاث تمرات وغلاس ماي، وبعدين عقب وجبة الفطور يتناول الفواكه، أو حتى مع بعض أطباق الحلوة اللي ممكن يتناولونها، يعني ممكن
صنف واحد نحط عليه بعد فواكه، نقول مثلا خذ الكستر بالفواكه، المهلبية بالفواكه، المكسرات، ندخل شوي بعض العناصر الغذائية والقيمة الغذائية اللي بيحصلها من هذه المجموعات الفواكه المكسرات مع الأطباق اللي يتناولها عشان يعني يكسب عناصر غذائية تعينه على الصيام ثاني يوم، يحافظ على صحته، يعني ما يتعب وما يحس بأي تعب إنه يعني بس تناول حلويات بكثرة ونسى الوجبات الرئيسية، لا يتناول أشياء صحية. صحيح. ونذكر بشرب الماء. أكيد. لأن ما يشربون الماء. يشربون عصائر أكثر شيء وعصائر محلة وفي سكريات البعض منهم، بس نحن نذكرهم بشرب الماء يعني طريقة تحضير العصائر تكون طازجة وصحية قد ما نقدر بالفواكه اللي هم يحبونها وأي شيء يحب الطفل نشجع عليه، يعني ما نقول لا أنت مركز بس على هالنوع أنت مركز، لا نحاول أن نغيرنا بطريقة هو يعني يفضلها أو يحبها بأي كان، ويبتعد عن الحلويات الأطعمة المالحة اللي ممكن يعني تسبب العطش ثاني يوم، اللحوم المصنعة، الوجبات السريعة اللي ممكن تسبب للعطش، المشروبات الغازية نحاول نبعدها قد ما نقدر. يعني إذا شاف الطفل دائما الأهل طريقتهم الصحية وتناولهم الوجبات الغذائية أكيد راح يقتدي فيهم، ويشوف حتى إخوانه ويشوف أهله اللي بالبيت ويقتدي فيهم، عشان شيء نحن نخلي النظام كله صحي عشان هم يتعودون على الغذاء الصحي اللي يناسبهم وما يسبب لهم أي نقص في العناصر الغذائية. يعني ما نطلع من رمضان لا سمح الله ناقص عندهم الحديد، ناقص عندهم فيتامين د، ناقص عندهم أشياء، يطلعون من رمضان وهم بصحة جيدة ومستعدينهم صاموا وتناولوا وجبات غذائية ويستمرون على نمط الحياة الصحي حتى عقب رمضان. أكيد أكيد. شكرا لك. أنا أستاذة نجلة درويش عبيد، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة ببي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص نصايح وإرشادات لصيام الأطفال في رمضان. شكرا لك، نهارك سعيد. كل الشكر لكم دكتورة، ونتمنى لكم إن شاء الله أيام سعيدة ورمضان مبارك، يتقبل الله صيامكم وطاعاتكم إن شاء الله، والعيال يتعودون ويطلعون بصحة جيدة إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك أستاذة نجلة. مثل ما قالت أستاذة نجلة، ترى مهم جدا نحن نشمل الأطفال سواء في الطبخ قدر الإمكان، إعداد سفرة الإفطار، ترى الياهل كل ما خليتوه يدخل معاكم ويساعدكم يحس انه جزء من هالتقاليد، جزء من هالشعائر الجميله، فتلاقونه يستجيب اكثر، يعني يتعاون معاكم في الصيام اكثر، يقعد على طاوله الفطور افضل. وانا دائما يعني انا في رمضان وايد اعتمد على الشوربات لعيالي سواء قبل او الحين، طبعا لما يكون الام والابو صايمين طول اليوم تلاقون حتى الاهل يكون اكلهم مش وايد خلال النهار لان الام والابو ما قاعدين ياكلون، فتلاقون اصلا وجبتهم الرئيسيه اصلا حزت الفطور لان العائله كلها تجلس، فاعتمدوا وايد على الشوربات. خلوا عيالكم يساعدوكم في الشوربه، الشوربه احد اسهل الاشياء اللي ممكن الاهل يساعدكم فيها، عطوهم يقصصون جزر، يقصصون مشروم، الخضر اللي انتم تحبونها في الشوربه، يحطون المعكرونه في الشوربه، يحطون عليها شويه ماي، شاركوا اليهال معاكم في المطبخ وخلوهم يساعدوكم في إعداد طاولة الطعام، تشوفونهم وايد يستانسون وايد يندمجون ويعني يشتاقون حق شهر الصيام ويبون يصومون عشان يكونون جزء من هالتقاليد اللي تكون عندنا في شهر الصيام. احنا راح نطلع ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا الفقرة الأخيرة عن أنماط الحياة، بتكون شهر رمضان وتحسين الصحة النفسية. ترى رمضان مثل ما كنت أقول بداية الحلقة مو بس عبارة عن نجهز المير والصحون والمواعين والملال والكستر وشو من نطبخ ومنطرش حق جارتنا أي طبقة، لا، رمضان حتى الروحانية والنفسية، رمضان فرصة جدا جميلة نتجدد روحانية ونفسية، نطلع منه بنفسية أفضل، نطلع منه بطاقة إيجابية. فتابعونا بعد الفاصل، بيكون معانا الدكتور بسام أيسر ضياء، أخصائي الطب النفسي، عشان يكلمنا عن شهر رمضان وتحسين الصحة النفسية. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل ان فقرة الحين الفقرة الان بتكون عن شهر الصيام وتحسين الصحة النفسية. طبعا يعتبر شهر رمضان مبارك فرصة كبيرة لتحسين الصحة النفسية للفرد من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل
الاجتماعي والشعور بالطمأنينة والراحة النفسية خلال الصيام، وأهم شيء التخلص من الكثير من المشاعر السلبية. أنا دائما أقول لا تهدروا وقتكم، فإن حاسة الفطور تدعين على فلانة وفلتانة ليش سوت لي، استغلوا وقت الفطور تدعون حق نفسكم بالخير وحق عيالكم حق حبايبكم بالخير، ودائما ركزوا على الجانب الإيجابي من الحياة يا جماعة. أنتوا صايمين استغلوا وقت الصيام، تفكرون بما أن أنا أحس وقت الصيام بما أن واحد ما يكون ماكل يكون ذهنه أكثر صفاء، يعني ما في الجسم مش مشغول بالهضم، استغلوا صفاء الذهن هذا تفكرون في شيء زين، كيف تطورون حياتكم، تطورون مواهبكم، تحسنون حياتكم، تاخذون قرارات افضل تخصكم وتخص عيالكم وتخص بيوتكم وتخص مستقبلكم. ترى انا اقول لكم الصيام فرصه ذهبيه للشخص انه هو يتمعن في حياته وياخذ قرارات افضل، واكيد تكون صحته افضل. وهل بيتكلم عنه الدكتور بسام ايسا الضياء اخصائي الطب النفسي في مستشفى راشد، بيكلمنا كيف ممكن نحسن الصحه النفسيه في رمضان. صباح الورد دكتور بسام. الله يخليك، صباح الخير. حياك الله بصحة وسعادة. الله يحييك تسلمين. انت ما شاء الله في قلت شنو اللي أرد أقوله قلتي قبل ما تتكلم. لا العفو دكتور، طبعا طبعا انتو الخبراء، ويعني اكيد الناس مثل ما كنت اقول دكتور تركز على في رمضان على جانب الاكل، ولكن ما تركز ما تعرف اهمية تحسين الصحة النفسية في رمضان. احنا قبل ما نتكلم عن رمضان وكيف تأثير الصحة النفسية، نتكلم عن أهمية الصحة النفسية بشكل عام للشخص، بأنها بأهمية الصحة الجسدية وشو أهميتها في تعزيز وتحسين جودة الحياة للشخص. احنا للأسف دائما الناس تشوف ان الصحة النفسية لحالها والصحة الجسدية لحالها، فمو عندنا في شيء انه شيء اسمه الصحة العامة اللي هي صحة جسدية، صحة نفسية، صح أصلا يعني خلينا نقول مثل صحة اجتماعية. الإنسان يريد هذا التواصل، يريد الهدوء، يريد يعني الأكل صحي، يريد المزاج صحي، هي كلها مربوطة مع بعض. طبعا الصحة النفسية لحالها يعني هي تتأثر بالصحة الجسدية في أشياء بسيطة، مثل إحنا عندنا العوامل اللي يسموها الانفلاماتوري ماركرز اللي هي عوامل كيف نقول معاملات الالتهاب، عوامل الالتهاب بالضبط عوامل الالتهاب. فهذه يعني حتى من شخص يكون مكتئب أو قلق ممكن تزيد بتأثر على صحته. تشوفين مثلا كثير ناس اللي هو مزاجه يكون تعبان تحت ضغوط كثيرة يبي يتمرض، خاصة هاي عارفين الشام البسيط دائما يقول عندي في حرقة صداع كحة، هلش تصير لأن يبدي الفيروسات البسيطة تبدي تأثر عليه. طبعا العكس هم صحيح، يعني الشخص اللي يمر بمرض من هاي العوامل الالتهاب تزيد المزاج يتلخبط. مزاج يتلخبط مو بس بسبب الأعراض الجسدية، بسبب إنه هذا الشيء أثر يزيد القلق يزيد الاكتئاب، هي كلها مربوطة مع بعض. ممتاز. دكتور بسام، كيف ممكن الحين نستغل رمضان لتحسين صحتنا النفسية بحيث نطلع من رمضان بصحة أفضل؟ إن شاء الله هو شهر خير وبركة، وإن شاء الله الخير والبركة تشمل كل شيء حتى الصحة النفسية. فأول شيء نرجع نقول على العوامل هاي الالتهاب، الصيام نفسه هذا الانقطاع عن الأكل لفترة يساعد بتهدئة هاي العوامل. هذا الشيء نحاول يعني إحنا للأسف يعني كثير ناس يقول إنه إجا رمضان وحنتحمل سياقة الناس والعصبية في الطريق. للأسف هاي النظرة الموجودة، لأن مثل ما قلتي الناس بتركز على الأكل بتنسى الجانب النفسي اللي عندهم. يعني المفروض يستغلون هذا الجزء بال يعني تأمل هدوء خلي يساعدهم. يعني مو أنا بس دا أحسب ساعات متى ما أرجع أكل، هذا الفكرة منه. التأمل يختلف من شخص لشخص، يعني ممكن يعني إحنا برمضان دائما نركز يعني التركيز يكون جانب ديني، وهذا بيه جزء تأمل طبعا، ممكن بالصلاة بقراءة القرآن الهدوء انعزال شوية، مو انعزال عن الناس طبعا صح، يعني ياخذ له فترة حتى لو 5 دقائق اهدأ، حاول يعني مثل الواحد احنا نقول يركز يعني يلقي يعني يكون بوضعه بهدوء ما بدون تشتيت الأفكار. هذا الشيء يساعد، يعني انت من مرة مرتين ثلاثة الدماغ والجسم يتعود على وجود هذا الهدوء عنده، بس لازم نبدي به الأول. صحيح. دكتور، الناس اللي عندهم أصلاً أمراض نفسية من قبل كيف ممكن يستعدون لشهر الصيام؟
هل لازم يزورون دكتور قبل بوقت، تعديل أدويتهم، شو يكون الوضع معهم؟ اي انت قلت الجزء المهم، الأدوية لازم تنظيمها. احنا لازم اذا شخص مستمر حالته تستوجب الاستمرار على الأدوية ما يقطعها، فلازم تنظيم الوقت، لان في أدوية تأثير، في تأثيرات جانبية ممكن تتعس، في أدوية ممكن العكس ممكن تلخبط النوم، فلازم تنظيمها مع الشخص. صحيح. الناس هم يعني هاي طبعا يختلف من شخص لشخص، من مريض للثاني، لانه نمط الحياة يختلف، أوقات النوم، أوقات الأكل، في ناس تسحر سحور خفيف وتنام بعدها، في ناس تنام قبلها، هذا الشيء لازم ننظمه مع بعض. فيفضل لو يتابعون مع طبيبهم الأول قبل بداية رمضان، لو في يعني خلينا نقول استفسارات بخصوص هالشيء. الشيء الثاني هو النوم. يصير الناس إنه مواعيد النوم تتلخبط عندهم. النوم هو عامل وهو عرض للأمراض النفسية. احنا دائما ننتبه عليه اول شيء. يعني حالات الانتكاسة تبلش انه يبدي النوم يتلخبط، ويام هو لخبطة النوم تسبب انتكاسة، فلازم ننتبه، هذا شيء مهم. تنظيم حصول على النوم صحي وكافي. العوامل الثانية طبعا الجزء الاجتماعي، قلنا الجزء هذا الارتباط الروحي الديني، هذا هم شيء مهم يساعد على التهدئة. الاختلاط طبعا الشيء الاجتماعي بنفس الشيء هو سلاح ذو حدين، خلينا نقول انه لانه يعني انت تختلطين ويا الناس اللي ترتاحين معاهم حترتاحين، تختلطين ويا الناس العكس للاسف حيكون العكس. صحيح. دكتور بسام، الحين انت ذكرت وركزت وايد على موضوع اختلال او تغير انماط النوم في رمضان كاحد اسباب انه ممكن قد تؤدي لانتكاسه الامراض النفسيه، فشو نصيحتك للناس في رمضان اللي عندهم امراض نفسيه وعندهم عرضه لانتكاسه في امراضهم النفسيه بخصوص النوم في رمضان؟ خصوصا رمضان معروف انه في سهر، في قيام ليل، في اصلا معظم فعاليات رمضان تكون اصلا ليلا، فشو تنصحهم عشان ما يدخلون في الانتكاسه ويحافظون على صحتهم النفسيه في رمضان؟ يعني شوف، احنا خلينا نبدي من اخر جزء. الجزء الاخير اللي هو اذا شافوا يعني الصيام بدايه تدهور صحتهم نفسية أو جسدية، طبعا ربنا قال يعني ما يصير إنه هذا الشيء في مضرة ما نريده. صحيح. النفسي والجسدي هاي بالحالتين، يعني مثلا في ناس عندهم مشاكل في الكلى لازم دائما يشرب مي، نفس الفكرة بالحالة النفسية، إنه في مشكلة إذا تلخبط النوم والأكل بيأثر على الصحة النفسية لدرجة يعني مؤذية صارت للشخص أو الأهل، لا يعني لازم نستبعد عنه. بالمقابل لازم ننظم قبلها الفكرة النوم. احنا دائما هدفنا نريد 4 ساعات من النوم المستمر. النوم طبعا تجي مراحل، هي يعني في مراحل النوم، مرحلة أولى ثانية البسيط، احنا نريد دائما يوصل الشخص للنوم العميق اللي هي المرحلة الرابعة، قبلها تكون الأحلام، هذه ما تحصل بسهولة. دورة النوم تختلف من شخص لشخص، يعني في ناس ما يدخلون بنوم عميق من البداية، أو العكس، بداية النوم يكون عميق وبعدين يبدي يخف شوي شوي فيبدون يصحون وقت الفجر، ومشكلة نقدر نستغل هذا الشيء إنه ما يصحون وقت الفجر، وبعدها مثلا إذا تسحروا وقلوا هالشيء يقدر يرجع ينام، بس نريد قبلها يعني النوم يكون كافي على الأقل قبل أو بعد يكون 4 ساعات مستمرة. طبعا هو مو بس 4 ساعات، بس هذا جسد هدف البسيط الأول. صحيح. عندك رسالة أو نصيحة أخيرة دكتور بسام لمستمعينا، سواء إذا حد عنده مشاكل نفسية أو ما عنده مشاكل نفسية، نصايح تساعدهم على أنهم يعني يطلعوا من رمضان بأفضل صحة نفسية؟ هي ما شاء الله النصائح قلتيها أول شيء، فهاي لازم نرجع نركز عليها. أنه لازم يعني الشهر بتغييرات إيجابية لازم نستغلها، اللي هي نركز على الجزء الإيجابي. في جزء إيجابي جدا رائع احنا دائما نستعمله مثلا مع المرضى مو برمضان، نقول لهم خلوا الأهداف بسيطة. صحيح. يعني أنا خلي أكمل نص اليوم بدون مثلا ما أعصب أخيطر على نفسي، أو برتاح، أنا حسيت سويت إنجاز، أنا ما قدام قدرت أكمل نص يوم، خلي أكمل نص يوم ثاني، كملت يوم، كمل نص، تدريج،
خطوات بسيطة. نفس الشيء الهدف حاليا أنت من واحد بيصوم، أوكي أنا خليني هذا فترة الصيام من كملت وكلت وارتاحيتها ما شاء الله أنا قدرت أهدأ فترة الصيام وأنا ما أكل، اللي أكمل بعدها هذا الهدوء تدريجي خطوة خطوة. حتى الأشياء اللي ممكن العادات الصحية، لأن ده عادة صحية إنه هي نفسية أو جسدية لأن هي مربوطة، نقدر نتعود عليها بهالشكل خطوة خطوة، مو من البداية إحنا نريد لا أنا هذا الشهر كلها عمل هالشيء، لا يوم يوم نص يوم نص يوم، ما مستعجلين. نركز دائما، نحاول هاي الفترة مثلا خلينا نقول أنا 4 ساعات أركز على جزء إيجابي، على التفكير الإيجابي، على الهدوء، أستغله مثلا الجانب الروحاني والديني اللي عندي مثلا. طبعا مختلف كل شخص إيمانه وعقيدته، أنا بحكي حتى الناس اللي مو مسلمين ما يصومون ممكن يستغلون هذا الشهر. صحيح. أنا شاكرة لك دكتور بسام أيسر ضياء أخصائي الطب النفسي في مستشفى راشد، تواجدك معنا اليوم بخصوص شهر رمضان وتحسين الصحة النفسية. شكرا لك دكتور، نهارك سعيد. الله يخليك نهارك، شكرا جزيلا لكم. مثل ما قال الدكتور بسام بخصوص تحسين الصحة النفسية، احنا بنستعد لرمضان دائما يعني مرضى الأمراض المزمنة، خلينا نقول هم اللي يحسون لازم ينظمون أدويتهم، لازم ينتبهون عن صحتهم في رمضان، لأن الصيام ممكن يأثر عليهم، ممكن يؤدي هبوط السكر وغيره وغيره. لكن حتى مرضى الأمراض النفسية لا يجب أن يهتمون بصحتهم ويشوفون الطبيب قبل بداية شهر رمضان الكريم، عشان نطلع من رمضان في أفضل صحة، وصحة نفسية وصحة جسدية. طبعا أريد أقول رمضان هي فرصة ذهبية وشهر ذهبي، ويجب كلنا إحنا نستفيد من شهر رمضان، فنحن نطلع منه أشخاص أفضل، شخصيتنا أفضل، صحتنا أفضل، عشان ما يروح هذا الشهر ونقول والله السنة الجاية راح أشوف، لما يجي السنة الجاية ما استغلت رمضان هالسنة، خلي تشوف السنة الجاية وغيره. يجب أن نستغل كل شهر، كل سنة شهر رمضان بطريقة أفضل، سواء لنا تحسين حياتنا، تحسين حياة عيالنا، تحسين عاداتنا وغيره. احنا وصلنا لختام برنامجكم برنامج صحة وسعادة، ان شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى هذه الساعة الإذاعية. ان شاء الله ان نلقاكم انا الأسبوع القادم، ويكملون معكم زملائي باجي هذا الأسبوع. اقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.